استني عندك. انت رايحه فين بالبيت؟ انا ماشيه وسايبه لك البيت. اه ماشيه وسايباها. لا سيب البنت. لا طبعا مش هتاخديها معاكي. يلا حبيبتي الباب يطول جمل. يلا بره. عشتك كلها بقت تهرب. يلا. اوعي يا ناقصاكي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا من ساعة لما شفتك في الدنيا انت وامك وانا ما بشوفش غير خرا. اسكتي من العيال دي. اسكتي. انا ولا انت ولا امك هتشوفوا بعض تاني ولا هتشوفيني. اتربي في الشارع بقى. سلامة. اسكتي. ده القرف ده. بنت الصغيرة؟ بس خلاص 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 يا حبيبي خلاص بس 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 يا حبيبي بس 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 ربنا بعتهولي بس 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 رزق ربنا بعتهولي رزق ربنا بعتهولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت بقى انت بقى انت دنيتي كلها انت اللي انت وش السعد عليا ان شاء الله انت ربنا هيكرمنا عشانك عشانك انت بس خلاص خلاص بس بس الو عطلة بركات استاذ عنتر معاك اهو بقول لحضرتك انت كنت مقدم منحة لكارد بس في شركه برعت لك ب 100,000 جنيه بدل الكارد. يا فرج الله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا ما بيسيبش حد. عند بوابه المعموره هنسلمك الفلوس. الحمد لله انا جاي لحضرتك انا جاي لحضرتك. مع السلامه. مع السلامه. انت رزق رزقي. شفت ربنا عمل ايه؟ ربنا يخليكي. وانا مش عارف دلوقتي اسميكي ايه؟ انا عايز اسميك وش السعد عشان انت فعلا وش السعد بتاعي ولا اقولك انا كان نفسي اخلف بنت اسمها نور والحمد لله ربنا كرمني ببنت وهسميك نور ونكمل حياتنا مع بعض انت كنزي اقفلي يا وردة فتحي يا وردة اقفلي يا وردة ينفع انا معاكو لا احنا طالعين رحله فايه ايه ما ينفعش ومامتنا تيجي معانا فايه انت هتحشره نفسك هتيجي معانا ليه انت ما عندكيش مام لا على فكره انا بابايا مش منقصني حاجه على فكره وبابايا انا بعتبره مامتي وكل حاجه انتوا مالكم مش عايزين تلعبوها معاكم ليه مش عارفه ايه ده مش راضين يلعبوني معاكم ما ينفعش تلعب معانا لان هي ما عندهاش ام ومش جايه مع مامتها هي جايه لوحدها ولو كانت جايه مع امها كنا نلعبوها معانا هي فيها ايه يعني لو عندها ما عندهاش اب وعندها ام وفيها ايه برضو لو عندها اب وما عندهاش ام فيها ايه هما الاثنين واحد ما هو لازم احنا طالعين مع مامتنا رحله هي تيجي ليه هي حشره نفسها ليه هي تيجي ليه طب ما تيجي مع مامتها لا انا عندي باباي احسن من امي ان لو انت ما عندكيش ام عايزه تيجي تلعب معانا روحي يلا روحي خلي باباك يستفادك يعني انت شايفين كده اه خلاص انا ليه العب مع حد هو كارهني ومش عايزني ايوه مش عايزك تلعب معانا خلاص يا نور تعالي معايا بابا ايه يا حبيبي ممكن اسالك سؤال اسال يا حبيبي بابا هو احنا ليه ما بنجوش الا في المكان ده بس المكان ده يا نور وش السعد عليا اه بس شكله جميل انت ممكن اسالك سؤال تاني اسال يا نور هيا ماما فين كل اصحابي بيسالوني عليك وش السعد عليا يلا بنت قدامي يا بنت الهنا وش الهنا انت هتفضل قاعد لي كده على طول بالبيت احنا البنت ده هنربيها نربيها ايه دي وش الهنا علينا كلنا دي وش الهنا عليك انت مش علينا انا مش عليا انا عليك فعلا يا ربي ولادي هيقوم علينا كلنا لا ما يقومش عليك يقوم عليك انت مش عاجبك تطلعي بره خدي بعضك وامشي لا اطلع بره مش همشي لوحدي هاخد بناتي معايا لا بناتك مش هتاخديهم لا يا بابا هاخد بناتي معايا وبيني وبينك المحاكم خلاص مع السلامه الله يسلمك انت ده انا هربيها ان شاء الله وش الهنا عليا هي تمشي مش مشكلة انما انت تستني معايا العمر كله وانا هعرف اجيب بناتي منها ازاي بالمحكمة بالعافية بأي وسيلة انا هعرف اجيبها انما انت سعد وهناي
حكايه طويله كده وكبيره نبقى نحكيها بعدين يا نور. اصل اصحابي كلهم عندهم امهات، اشمعنى انا؟ انت ناقصك حاجه؟ لا. رد عليهم قول لهم بابا مش مخلين اي عايزنا اي حاجه، بابا هو ماما هو حياتي هو دنيتي. ماشي. انت عايزه حاجه؟ لا.